بنفس السؤال للشيخ فوزي أبو ريشة. شيخ، أكو تعاون أو بين المحافظ أو بين العشائر أو بين مجلس إنقاذ الأنبار وبين مجلس المحافظة؟ في تعاون بيناتهم حتى ينقذوا المدينة من العنف أو من الدمار اللي موجود بيها؟ المحافظة انصرف لها مبالغ، حسب ما نسمع انصرف لها مبالغ مو سهلة على أعمار مدحق. ماكو بالهاي صار 3 4 4 سنوات ينصرف مبالغ للإعمار المحافظة. وين راحت هاي المبالغ؟ ماكو هو وحزب الإسلامي وبقية، ما صار أي إعمار بالمحافظة. يعني ولاء المحافظ بتوقع الشيخ الشيخ فوزي ولاء للحزب وليس ولاء للمدينة ولا للمحافظة؟ وليس ولاء للمدينة ولا للأمن المدينة أبدا. كان يجتمع بالعشائر وكان يجتمع بصحوة الأنبار وكان الأموال هاي الهائلة اللي انصرفت له وين راحت؟ يعني إذا نسأل سؤال مثلا سيد الدليمي خارج الموضوع، يعني ليش أي شخص يجي على كرسي أو يجي على منصب يكون تابع لحزب معين، وعندما يبدأ يشتغل فقط للحزب ماله وينسى أنه جاي منتخب من المواطن البسيط اللي انتخبه وذهب إلى صناديق الأقطار؟ لماذا ينسى هذا كله ويعمل لمصالحه ومصالح الحزب؟ والله احنا نتأمل انه من الحكومة قد ما يجي مسؤول ويشغل منصب مسؤولية يتجرد من هذا الحزب، يجي بدافع الوطنية، بدافع حرصه عن هالمحافظة. يعني للأسف يعني هو انت من تختار يعني سي من الناس وتجيبه وتقعده بهذا المنصب وهو ابن المحافظة، ليش ولا يكون لحزبه فقط؟ مع العلم يعني المواطن ضحى يعني بدمه من راح انتخب وهو كان مهدد وكان عليه تهديدات وكان عليه خطورة وتحدى كل هالخطورات وراح انتخبه. ليش؟ مو هاي أمانة، حتى الله باكر يعني يقول اوقفوهم انهم مسؤولون. يعني انت شنو اللي سويته؟ شنو اللي عملته؟ ليش بس على حساباتك؟ واضيف لك نقطة، يعني بالنسبة لمحافظ الأنبار يعني أذى ما يقارب مئات العوائل، كتب على محطات بنزين خانات مجموع 50 محطة أغلقها، كتب للحكومة. الحكومة الناس ما تعلم ببغداد شمع يكتب هاي المحطات تقوى الإرهاب، بالوقت هي المحطات محطات خدمية بنزين خانة بكافة مشتقات النفطية خدمة للمواطن، وخاصة المحطات اللي على خط السريع اللي هي تخدم المواطن المسافر. زين يعني هيك خلى المشتقات النفطية يتضاعف أسعارها أو فقط تذهب للحزب اللي ينتمي له. نعم. زين يغلق 50 محطة، يعني هذول بنوها يعني مثل تعبهم وشقاهم زين وكلفتهم يعني آلاف الدولارات ويكتب عليها تقوى الإرهاب. احنا ماشي يعني وبعض المحطات من اجت وقدمت طلبات المجلس الصحوة وسوينا تزكية للمحطات هاي، لقيناها هي تساعد المواطن وهي تمد. احنا حقيقة ما عندنا منافذ لعجلاتنا انه نعبيها بالوقود غير من هاي المحطات الاهلية، وشفنا تعاون. يعني بس بعد ما اشتغل مجلس انقاذ الانبار وصار له شعبية بالانبار او بالعراق اجمع، يعني عنده هسه شعبية كبيرة مجلس انقاذ الانبار، شلون صارت العلاقة بين مجلس المحافظة والمحافظ والمجلس انقاذ الانبار؟ يعني تحسنت؟ والله هسه بدأت التحسن طبعا، لان الحكومة انطت يعني الشرعية للمجلس وايدت المجلس، ودليل انه من اجت الحكومة المتمثلة بالسيد نور المالكي مباشرة زارت مركز صحوة الانبار اللي هو مقر بيت الشيخ عبد الستار تيخان ابو ريشه، والمتطوعين لا تلاحظين جنابك يطلع الشيخ عبد الستار وهو اللي يزورهم وهو اللي يوجههم وليس المحافظ، لانه من صار التأييد العشائري لدى المجلس فاكيد الحكومه ما تقف وقفه مع المحافظ وتعوف الغالبيه اللي هي انتفضت وضحت بدمائها. يعني بالوقت اللي المحافظ ما يقدر شرطي يمشي وراه يطلع ما يقدر يأمن ويخلي شرطي واحد بالمحافظة، بالوقت اللي بدت هسه مجلس الأنقاض
فرضت نفسها وفتحت مراكز شرطة في مركز المحافظة، المراكز في مناطق عشائرنا، كل عشيرة جاب أفراد عشيرته وراد تأسيس مركز، فتحنا لهم مركز للتطوع، وكان الأسلحة المتوفرة لدى المجلس انقذته وشكل مركز شرطة. بدينا نفوق أكثر ودخلنا مركز المحافظة وشكلنا بيها أكثر من مركز شرطة في داخل مركز المحافظة، بالوقت اللي عجز المحافظ عن تشكيل مركز واحد. إن شاء الله الله يفوجه بأقرب وقت. بس أنا راح أسأل سؤال وأريد جواب في دقيقة واحدة إلى ضيوفي. كيف تنظرون إلى مستقبل العراق أو مستقبل المنطقة الغربية أو بالتحديد إلى مستقبل الأنبار؟ شيخ فوزي. والله ننظر إن شاء الله وأمننا بالله وبرجال الطيبين أنه يتوحدون رجال محافظة الأنبار القيارة اللي هم لهم أصالتهم ولهم شهامتهم ولهم الريد وقفة رجل واحد ويتحسبون على أصلهم ولا الخلافات لعدم الخلافات اللي هي بينهم. أنتقل إلى السيد محمد الدليمي في هذا السؤال. والله إن شاء الله نحن مستبشرين خير بهذه المحافظة وبأهل المحافظة اللي انتخوا وظلوا سيوف مشرعة بوجه الأعداء وبوجه الطامعين الذين رادوا تفرقة أهل المحافظة. إن شاء الله سوف ينم الشمل وترجع أبناء هذه المحافظة وكما كانت في العهد السابق وكما مشهود لأهل الأنبار ولأهل الغربية، أهل نخوة وأهل مضايف وما يعني حقيقة كانت تحزب النفس أنه الأنبار تنثلم زين وتصير فجوة. فضعف الأنبار هو ضعف العراق وقوة الأنبار هي قوة لأهل العراق، وإن شاء الله تحرير العراق قادم من أهل الأنبار، وإحنا طلقنا على صحوة الأنبار صحوة العراق وليس بس صحوة الأنبار. شكرا جزيلا إلى ضيوفي الأعزاء، كما أشكر مشاهدين الكرام وأتمنى أن ألتقيهم مع ضيوف آخرين في حلقة قادمة. شكرا جزيلا.